رجل كبير في السن وله أولاد لا يصلون، والأعجب أن عمي لا يصلي أبدا ولا يعرف للمسجد طريقا، بل يسخر من أهل الصلاة والصلاح. حتى جاء اليوم الذي قلت له: أسمعت يا عمي عن الرجل الذي فر من الأسد؟ قال: لا. قلت: كان هناك شاب يمشي في غابة، سمع صوتا فالتفت إلى الخلف، ويا لله، وإذا به يرى أسدا ضخم الجثة يجري نحوه لافتراسه. أخذ يجري بسرعة والأسد وراءه يزأر، وعندما أخذ الأسد يقترب منه رأى الرجل بئرا قديمة، فقفز الرجل في البئر وأمسك بحبل البئر الذي يسحب به الماء، وأخذ يتمرجح داخل البئر، وعندما أخذ أنفاسه وهدأ روعه وسكن زئير الأسد، وإذا به يسمع صوت فحيح ثعبان أسفل البئر، وفيما هو يفكر بطريقة يتخلص فيها من الأسد والثعبان، إذ بالمفاجأة فأران أحدهما أسود والآخر أبيض يقرضان الحبل حتى أوشك الحبل أن يتقطع ويتمزق. فأخذ الشاب يهز الحبل بيديه بغية أن يذهب الفئران، لكن لا جدوى، والحبل أوشك على الانقطاع. لكن العجب يا عمي أن هذا الشاب وجد عسلا على الحبل وبدأ يتذوقه، فأعجب بطعمه ونسي الفأرين والأسد والثعبان، فقال لي: عمي، ما هذا الشاب المجنون؟ الحبل سينقطع وهو يتذوق العسل. فقلت: يا عم، الرجل هو أنت، والأسد هو الموت يلاحقك كما يلاحقنا، والثعبان هو القبر ينتظرنا لا محالة، والفأران الأسود والأبيض هما الليل والنهار يقصان حبل عمرك حتى ينقضي، والعسل هو الدنيا يا عمي وملذاتها، فمن حلاوتها أنستك أن وراءك موت وحساب. ذهب عمي وعاد من الغد، فرأيت وجها لعمي قد عانق الإيمان قلبه، حتى توضأ وتوجه للمسجد، بل جاوز ذلك أن صلح أولاده. بل العجب أن عمي قد جاوزنا بذلا وصدقة وبناء للمساجد، بل يسابقنا على الصف الأول، فهنيئا له. فاللهم ارزقنا وكل من سمع طول عمر وحسن عمل حتى نصل للجنان ورضا الرحمن، وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من آمن وبمن غفل.